أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. معكم أمن عبد الباري مراسل جريدة أهل مصر بمحافظة الأقصر. احنا معاكم دلوقتي في لايف جديد، بنرصد مع حضراتكم أسعار الخضار بعد أجازة العيد. زي ما انتم شاهدين معانا كده بالظبط، احنا دلوقتي في أحد الأسواق داخل المحافظة، وهنرصد معاكم أسعار الخضار وهنشوف هل فيها ارتفاع ولا فيها انخفاض. هي الطماطم النهارده سعر الكيلو بكام؟ الطماطم النهارده الكيلو كيلو ونص ب10، والخيار الطماطم زي ما انتم شايفين كده اللي هي كيلو ونص ب10، والخيار كيلو ب5، والفلفل الحشو الكيلو ب15 جنيه، والكوسه الكوسة كم بكام الكيلو؟ 2 كيلو بكام؟ الكوسة 2 كيلو ب15، كل الكوسة الكيلو ب15 زي ما انتم شاهدين كده بالظبط. البطاطس كيلو ونص ب10، الخيار الكيلو ب5 جنيه، الفلفل ب15، البصل الكيلو البصل النهارده بكام؟ 10 كيلو البصل النهارده عامل 10 جنيه. في اقبال كبير من المواطنين زي ما انتم شاهدين معانا كده بالظبط. في اقبال كبير من المواطنين بعد قضاء اجازة العيد طبعا، في اقبال كبير من المواطنين، وفي ارتفاع في بعض الاسعار. الطماطم ب10 كيلو، طماطم ب10، والطماطم الطبيخ اللي هو كيلو ونص ب10 زي ما انتم شاهدين مشاهدينها كده بالظبط. ولين نازلين مبادره السيسي، رايكم في الاسعار ايه؟ كل حاجه حلوه وكل حاجه متوفره. هو بص على الشعب نفسه، الشعب المغلي، خلي بالك الشعب المغلي، يعني هل مبادره السيسي نازله فين؟ فين الرز ب 30 جنيه الكيلو؟ فين فين ارخص فيها؟ اللحمه ب 300 جنيه؟ ليه؟ ليه الطماطم ب 10 جنيه وتنقي بقى عشان تنقي طماطم ب 10 جنيه الكيلو؟ الناس تعمل ايه؟ واللي فين بقى الرخص بقى؟ الناس تعمل ايه؟ اللي معاه 6 7 عيال تعمل ايه؟ تاكل منين؟ ايه؟ قول بقى شوف الناس، انزل شوف اللي وراك بيعمل ايه؟ بس طبعا مصر زي ما شاهدتوا معانا كده، رصدنا اراء المواطنين في اسعار الخضار هنا في جنوب الاقصر، وعرفنا ان في ارتفاع في الاسعار. شفنا راي احد المواطنين، هنشوف راي الثاني. رايك في الاسعار ايه؟ والله هو بما تناولنا يعني، هو ها هنعمل ايه؟ هروح فين ثاني؟ نقول تحيا مصر لان هي موفره الحاجه. زي ما شايفتوا معنا كده بالظبط، شفنا اراء المواطنين بين اللي مؤيد ان هي في انخفاض في الاسعار، واللي مؤيد ان في انخفاض في الاسعار. واسعار كيلو الطماطم النهارده الكيلو عامل 10 جنيه، والبطاطس كيلو ونص ب10، والكوسه ب15 جنيه، والخيار عامل والخيار 5 جنيه، والبطاطس الكيلو بكيلو ونص ب10، والفلفل الحشو فلفل الحشو عامل النهارده 15 جنيه. متابعة من مصر، بنرصد معكم الإقبال من المواطنين على، في إقبال كبير طبعا من المواطنين على الأسعار والخضروات بعد قضاء أجازة العيد زي ما أنتم مشاهدين كده بالظبط. بالرغم مني في إن في ارتفاع في الأسعار، إلا إنه في إقبال كبير من المواطنين. ارخص من اي حاجه من بعد رمضان، كان الكيلو ب15 بقي ب5 جنيه. زي ما انتم شاهدين كده بالظبط، سعر الخيار اللي هو منخفض النهارده وعامل 5 جنيه، والطماطم طبعا ارتفعت شويه والكيلو بتاعها وصل ل 10 جنيه، وفي ارتفاع في الكوسه والفلفل ب15. الليمون كان ب30 بقي ب25، وفي انخفاض في الليمون برضو.
زي ما مشاهدين كده في اقبال من المواطنين بعد قضاء اجازه العيد. طبعا المواطنين بيقبلوا على الاسعار الخضار تبع اهل مصر. رصدنا معاكم الاسعار الخضار وشفنا الاقبال عليها ايه وشفنا اراء المواطنين. شكرا لمتابعتكم. بقول لك في لحمه بيقولوا عليها ب 150 في شارع تبع مرض السيسي، مش 150، بيقول لي 230 تاخديها، 230 تاخديها صافيه. 230 طبعا فيها ايه عظم، فيها حاجات هيشيلها لي 230. اللحمه اللي هي طبعا مضاره السيسي، فين اللحمه مضاره السيسي ب 150 وهي 230؟ وبره في المحل عند الاسعار الجزار والجزار 300 جنيه، 300 وحاجه. يعني الشعب لما يكون معاه كم عيل ياكل منين إيه؟